ومن بيراميدز نروح للنادي المصري، واقترب مروان حمدي مهاجم المصري بورسعيدي من جديد للمشاركه في المباراه بعد اقتراب حل ازمته الاخيره مع جماهير الفريق، واللي على اثرها تم قرار مجلس اداره النادي بقياده كامل ابو علي ايقاف اللاعب وتجنيده وتغريمه مليون جنيه وعرضه كمان للبيع. يعني دخل مروان حمدي في ازمه مع جماهير المصري عقب استبداله في لقاء بيراميدز في الدوري، وبعد الموقف ده اتخذت اداره المصري على طول اجراءات تاديبيه ضد اللاعب، ومن المنتظر ان يقوم اللاعب بالاعتذار طبعا لجماهير نادي المصري خلال الفتره المقبله، خاصه يعني مجلس اداره النادي بيميل لابقاء اللاعب والاكتفاء بالعقوبات اللي تم توقيعها على اللاعب في ظل طبعا رغبه علي ماهر المدير الفني للفريق الاعتماد على اللاعب خلال الفتره المقبله.